احنا قاعد نسمع بالضبط ان هناك في انتشار بالضبط للالحاد في المنطقه عندنا صحيح في الخليج في كثير من الدول صحيح العربيه. صحيح، هذه صناعه غربيه، صناعه غربيه. الشباب مشغولين عن المسائل الجدليه هذه، الشباب يعني يبون يعيشون حياه يعني فيها تفلت، فيها تسكع، فيها، بس مو 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 اللي نشوفه اليوم. هذه نبته وراها من وراها. يعني جلادستون اللي هو وزير خارجية بريطانيا، يعني مسك المصحف مسكه وقال ارفعه في مجلس العموم بالهاوس اوف كومنز، وقال طالما هذا الكتاب موجود في الشرق الأوسط فإحنا سنواجه مشاكل كثيرة. الطريق اللي لازم نمهده لدورنا في الشرق الأوسط القضاء على هذا الكتاب.